اذا صباح الخير مدة الطريق. انا شفتي من خلال المباشر يعني وردنا الان انه الحاله الثالثه اللي تصابت بفيروس كورونا المستجد، وهو شخص اللي جا من مدريد توفى في مدينه كازا، يعني في احدى المستشفيات في الحجر الصحي في مدينه كازا. العمر ديالو 39 سنه. هذا الصباح يعني تنضاف الحالة الثالثة التي توفيت بعد الحالة دي السيدة يعني اللي كبيرة في العمر. اذا تحية طيبة للجميع متتبعي قناة شوف تي في. نعود نأكد بانه وفاة الحالة الثالثة بفيروس كورونا، وهو شخص يبلغ من العمر 39 سنة بمدينة الدار البيضاء. جاء في رحلة المغرب من دولة إسبانيا وبالضبط مدريد. إذن كذلك أنه وزارة الصحة أعلنت على ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، 66 حالة إصابة بفيروس كوفيد 19. هادو اخر مستجدات متتبعي قناة شوف تي في. نعاود ناكد بانه في ندوة صحفية الوزير الصحة وزير الصحة خالد ايت الطالب اللي اكد فيها يعني في مقر وزارة الصحة ان المغرب تتوفر، يعني المغرب تتوفر على 44 مستشفى لاستقبال حالات مصابة بفيروس كورونا، 32 مركز للاستشارة المتخصصة. وضاف بأنه الطاقة الاستيعابية ديال هاد المستشفيات اللي تتوصل فقط لحوالي 1640 سرير، من الناس 684 سرير في القطاع العمومي، 504 سرير في القطاع الخاص، 70 سرير في المصحة العسكرية، 132 سرير في المؤسسات ذات النفع العام. وبطبيعة الحال الدولة غادي تحدث يعني الأسرة إضافية، واحد 250 سرير إضافي في مراكز أخرى. هادشي بعد أن وصلت الحالات ل 66 حالة إصابة مؤكدة وثالث حالة وفاة للشخص اللي تبلغ من عمر 39 سنة وقادم من مدريد، وحالة الوفاة اللي وصلت يعني اللي الحالة الثالثة هذه في المغرب. عندنا على العموم الإحصائيات الأخرانية تتأكد بأنه 66 حالة عبر بلاغ رسمي من وزارة الصحة. أمس يعني وزارة الداخلية قررت أنها تعلن حظر التجول بالنسبة للأشخاص، وذكرت واحد المجموعة ديال الشروط يعني الناس اللي باقي تيشتغلوا المهن الحرة اللي كاينين في المؤسسات العموميه، يعني اللي بيشتغلوا يعني في بيواكبوا يعني بيستمروا في العمل ديالهم، انهم خصهم يتوفروا على يعني واحد الوثيقه يعني من طرف المشغل ورب العمل، يعني تتحمل الطابع ديال العمل بطبيعه الحال يعني ديال هذاك المشغل باش انه يقدر يشتغل على برف يعني في يزول المهام ديالو. وكذلك انه خصهم يمشوا عند اعوان السلطه باش انهم يقدروا يوفروا لهم واحد الوثيقه ديال التجول بالنسبه للاشخاص الاخرين، يعني ديال اللي بيمشي اقتاني، يعني اعوان السلطه غادي يقوموا بهذا الدور هذا انهم باش يزودوا المغاربه بصفه عامه والمواطنين وثيقه ديال الخروج من المنازل ديالهم حتى السيطرة على الوباء، لأنه عدد الحالات بدأت ترتفع بشكل كبير بطبيعة الحال. ماريا تتسول واش كان عنده شي مرض. بطبيعة الحال كان مصاب بهذا الفيروس، فيروس كورونا مستجد، فمن الطبيعي أنه يعني بعد يعني أنه خضع لمجموعة ديال الإجراءات الطبية والفحوصات ويعني يعني والعلاجات. احنا باقي تندويو يعني خص الانسان يتخذ الاجراءات الاحترازيه ديالو. وزاره الصحه خرجت واحد المجموعه
ديال الارشادات نتبعوا هذوك التعليمات، لانه هذوك التعليمات هي اللي غادي تقدر تساعدنا بطبيعه الحال باش اننا نحافظوا على نفوسنا، نحافظوا على الاسر ديالنا. ونعاود ناكد بالنسبه للمغاربه، نعاود ناكد بالنسبه للمغاربه انه كل صباح خصهم يتاكدوا بانه الاطفال ديالهم الابناء ديالهم ملتزمين من الدروس، يعني من البوابه الالكترونيه والقناه الرابعه، يعني خصهم يمتثلوا التعليمات ديال وزاره التعليم، لانهم هما الان ليسوا في عطله باش نخليوهم يخرجوا الزنقه او اللي يصبحوا ناعسين، لانه بحال قاريين، يعني هما قاعدين معكم في جنبكم بيناتكم، ولكن خصكم تلتزموا معهم الدروس اللي تتعطى من طرف وزاره التعليم. كما وضحت متتبع قناة شوف تي في بانه الحالة الثالثة اللي جات من مدريد من اسبانيا، العمر ديالو 39 سنة، بطبيعة الحال انه تم اخضاعه للحجر الصحي بمستشفى تما في الدار البيضاء، فبالتالي انه بعد العلاجات يعني بعد الفحوصات والعلاجات ويعني والرعاية الصحية ربما كانت عنده شي مضاعفات، حنا تنعرفوا هذوك المضاعفات التي تأثر عليها هذا الفيروس هذا، فبالتالي يمكن كانت عنده شي مضاعفات اخرى عجلت بالوفاة ديالو، لذلك ارتفعت عدد الحالات. وما نساوش ارتفعت عدد الحالات، ثلاثة ديال الحالات الوفاة بالمغرب، وما نساوش بانه راه كاين اشخاص اخرين، يعني جوج الناس اخرين تشافوا بشكل تام من هذا الفيروس، يعني وزارة الصحة تقوم بواحد المجهودات كبيرة في هذا الاطار الحفاظ اولا على سلامة المواطنين من خلال الارشادات، ثم مواكبة يعني الاشخاص المصابين يعني في المستشفيات وكذلك العلاجات ديالهم باش انهم يتعافوا بشكل نهائي ويخرجوا يعني عند عائلتهم بشكل روتيني. اذا على العموم متتبعي قناة شوف تي في، نديروا في بالنا بانه ارتفعت عدد الحالات الى 66 حالة، وما نساوش بانه يعني المستشفيات اللي كان اكدها وزير الصحة خالد عيد الطلب بانه عندنا فقط 44 مستشفى لاستقبال هذه الحالات ديال المصابين بفيروس كورونا، و 32 مركز ديال الاستشارة. ما نساوش راه عندنا كذلك 1640 سرير فقط في المستشفيات ديال الطاقة الاستيعابية لهذه الحالات، 1640 طاقة ديال الاستيعابية لهذه الحالات المصابة بفيروس كورونا. لذلك خصنا نلتزموا ونكون واعيين وعلى إلمام كبير ما سيجري وسيحدث، لأنه في واحد المرحلة صعيبة حالة يعني الـ يعني الإعلان على عدم التجول، يعني بأمس من طرف وزارة الداخلية اللي أكدوها أمس، يعني ما جات هاد الفوق يعني هاد يعني ما اتخذت وزارة الداخلية هاد الإجراء إلا بسبب تفشي هاد الفيروس، لأن تشوفوا أنه عدد الحالات ارتفعت، والضمان سلامة المواطنين هذا هو الهدف من هاد القرار اللي اتخذته وزارة الداخلية. بالنسبة للمتتبع قناة شوف تي في تيتسائل واش عنده شي مرض اخر، حنا ما عندناش شي معلومات اكثر واوفر على الحالة ديال هذا الشخص اللي توفى اللي عنده 39 سنة اللي قادم من مدريد وتوفى في مدينة الدار البيضاء، يعني ما عندناش يعني شي معلومات اوفر على الحالة ديالو، فبالتالي ما نقدروش نعطيكم اكثر من معلومة. المعلومة اللي توفرنا عليها يعني اكدناها من خلال هذا المباشر. على العموم تنطلبوا دائما من متتبعي قناة شوف تي في انهم يلتزموا المنازل ديالهم، واللي عنده عمل انه يمشي يقوم بالاجراءات ديالو باش انه يخرج للعمل ديالو، يعني يتسلم هذيك الوثيقه ديالو من العمل ديالو، يعني من عند المشغل ديالو، ولا يمشي عند يعني العون السلطه باش انه يزودوا بهذيك الوثيقه باش يقدر يستمر في العمل ديالو.
ونحافظوا على نفوسنا من خلال الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. متتبعي قناه شوف تي في، لانه اليوم صبحنا في ارتفاع عدد الحالات اللي وصلنا 66. تتمنوا اننا هاد يعني هاد الحالات ما تزادش اكثر من هذا العدد هذا، لاننا نوليو يعني في واحد الخطر الى تزاد هاد الحالات هادو في الاصابات بالمغرب. العموم شكرا لكم متتبعي قناه شوف تي في، هذه اخر مستجدات فيما يخص عدد الوفيات بفيروس كورونا بالمغرب. تحياتي لكم، شكرا لكم، جمعة مباركة ومزيدا من الحذر والرعاية وكذلك يعني التعقيم والحفاظ على النفس.